لو تفتكروا من بداية العلاقة، العلاقة كانت ما بين الأهلي وشركة السادات على الوحدة الاقتصادية، وهتشوفوا دلوقتي ثمرة الوحدة الاقتصادية واصلة لفين. ده المؤتمر المهم جدا اللي كان شاهد هذا التوقيع الأستاذ محمد كامل والكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب بالفكر الاستثماري المتطور لما ابتكر فكرة الوحدة الاقتصادية أو المجموعة الاقتصادية كنمط جديد من أنماط تنمية موارد النادي الأهلي، الناس كلها اندهشت واستغربت. لكن كانت مشاركة الكبار اللي انتم شايفينها على المنصة هذه ثمارها الليلة، الليلة دي بالذات الأهلي القناة بتاخد الجائزة الأولى بين الفضائيات العربية، والأهلي بيفتتح بوابة الجزيرة، بوابة مقر الجزيرة بالنسر المحلق على بوابة النادي اللي هتشوفه حاجة مبهرة جدا تدعو كل أهلاوي للفخر والزهو بهذا المنظر اللي بقت عليه بوابات النادي الأهلي. حاجة بجد تفرح، حاجة تخليك وانت فايت جنب بوابات النادي الأهلي لا انت أمام النادي الأهلي. لازم أن تشعر بهذه القيمة وهذه المكانة اللي كل أهلاوي يفخر بيها بجد، مش الأعضاء، حتى الجمهور في أي مكان هتشوف بوابة النادي الأهلي وهتشوف النسر المحلق على بوابة النادي الأهلي هتعرف أن أنت قدام نادي القرن في النادي الأهلي. ليه أنا بقول لكم أن دي ثمرة مشاركة الكبار؟ هنيجي طبعا بالتفاصيل لافتتاح بوابة النادي الأهلي، وده حدث مش قليل في مراحل تطوير منشآت النادي الأهلي ومقره. لكن زي ما بقول لكم لما النادي تعاقد مع شركة السادات على الوحدة الاقتصادية أو المجموعة الاقتصادية ذات الأنماط التسويقية المختلفة، الناس كلها استغربت إيه اللي بيعمله الخطيب؟ إيه اللي مودي الأهلي لاستاد السلام؟ محمد كامل إزاي هيدي الأهلي فلوس عشان يتدرب؟ الأهلي يا جماعة ببساطة شديدة جدا وقتها، عشان الكلام ساعتها الناس ما خدتش بالها ثماره هتيجي ازاي. النادي الاهلي بيدفع ملايين في السنه ايجار الاستادات اللي بيلعب فيها مبارياته، لما يلاقي شركه تقول له تعال العب وخد فلوس تبقى حاجه غريبه. لما النادي الاهلي يدفع ملايين في السنه عشان يتمرن في حمام السباحه كحمام اضافي يفي بالتزاماته تجاه اعضائه وتجاه ابطال السباحه عنده، بيدفع كتير في السنة. لما يتقال له تعالى خد حمام السباحة اتمرن فيه طول اليوم وخلال السنة كلها وخد فلوس، تبقى مسألة غريبة. لما النادي الأهلي يتعاقد مع شركة لايف على تطوير قناة الأهلي وإدارتها وتحمل كافة أعبائها، يبقى المسألة برضو مستغربة. لما يتقال للنادي الأهلي عندك مقر في الأقصر، يبقى المقر الأول للنادي الأهلي خارج القاهرة نادي الأهلي في الأقصر، يبقى المسألة غريبة. تعمل هذه الحزمة الاقتصادية كلها وياخد الأهلي تقريبا حوالي 40 مليون جنيه سنويا، يبقى احنا بنتكلم على فكر استثماري جديد وتفعيل لأنماط وموارد ما كانتش موجودة في التسويق، وهي دي ثمرة مشاركة الكبار. الشركة تاخد تطوير أو تاخد حق استغلال أسوار النادي الأهلي، حق استغلال الأسوار، فالنادي الأهلي من جانبه يقوم بتطوير الأسوار بهذا الشكل ويقوم بتطوير بوابات النادي بهذا المستوى، نبقى أمام حدث فريد جدا يرتقي بالنادي الأهلي إلى القيمة اللي يستحقها. ويبقى مجلس الإدارة لما انتخب منذ اليوم الأول وهو رافع شعار فكر تطوير كان على حق وكان على عند التزامه بهذا التعهد. النهارده الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي بيفتتحوا بوابة النادي الأهلي الجديدة ناحية البحر، البوابة المطلة على النيل، ده افتتاح التطوير الأخير فيها بالنسر المحلق قدامها. ده الشكل الجديد اللي عليه بوابة النادي الأهلي، ده المنظر اللي كل واحد فايت من الجبلاية هيمر على بوابة النادي الأهلي هيعرف أنت في النادي الأهلي. هنا النادي الأهلي، شوفوا بقى أسوار النادي الأهلي هتبقى ذات القيمة الإعلانية والتسويقية بتاعتها عاملة إزاي. شوفوا المنظر المبهر والمبهج جدا لكل أهلاوي وانت بتشوف النادي الأهلي بأسواره، مش زي أي نادي، بوابات النادي الأهلي بالنسر المحلق اللي بيعبر عن الشخصية الفنية المعمارية والرياضية للنادي الأهلي،
يبقى هو ده رمز البطولة، رمز الإرادة، رمز التفوق. أنت مش حاطط النسر على ورقة ولا على أكليشيه ولا على ختم. النسر على أرض الواقع بيستقبل أعضاء النادي في كل الدخول والخروج رمزا للقوة والإرادة والنصر والتميز. هو ده النادي الأهلي، وهي دي مكانة النادي الأهلي، وهي دي بوابة النادي الأهلي، مش أي بوابة ومش أي شكل ومش أي منظر. أنت في النادي الأهلي لك أن تفخر.